أذهب الآن إلى فالنتاين ياكوشك أستاذ العلاقات الدولية الذي يشرفنا من كييف. دكتور ياكوشك، هناك رغم كل المآخذ التي يمكن أن ينتقد بها أداء إدارة المعارك في أوكرانيا أو إدارة الملف، ملف الصراع مع روسيا من بدايته، هناك إعجاب كبير بالدبلوماسية الأوكرانية، تلك الدبلوماسية التي تستطيع أن تجيش العالم بأسره لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. هل ترى أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي هي امتداد لهذا النجاح الدبلوماسي الأوكراني؟ حسنا، إن كوريا الجنوبية بغض النظر عن الزيارة وبغض النظر عن كافة الشراكات والعلاقات واللقاءات بين الرئيسين، كانت تقدم الكثير من الذخائر والتسليح والحاجات اللازمة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. إن هذه الإجراءات من الإمدادات من الذخائر والسلاح كانت أمرا معقدا في بعض الأحيان، فبعض الذخائر قدمتها الولايات المتحدة ومن ثم أرسلت إلى الولايات المتحدة ومن ثم إلى أوكرانيا. كوريا الجنوبية لديها بعض العلاقات مع بولندا، وهناك كثير من التعقيدات أيضا من أسلحة متقدمة، ولكن كان هناك إدارة ناجحة لتمرير كافة الاحتياجات والسلاح اللازم لأوكرانيا من الذخائر ومن ناقلات الجند المدرعة والآليات العسكرية والدبابات. فبالتالي كوريا الجنوبية ودعمها هائل وواضح تماما في تقديم الذخائر والسلاح إلى أوكرانيا. كوريا الجنوبية أيضا دائما كان لها الكثير من المخزون من الذخائر، ذلك بناء على احتمال الصراع مع كوريا الشمالية، والولايات المتحدة تمكنت من المشاركة في هذا المخزون وتعزيز هذا المخزون لدى كوريا الجنوبية. وكذلك هناك الكثير من المخزون لصالح الإعداد لأي حرب محتملة، كما تفعل الدول العربية من مخزونها من السلاح والعتاد إعدادا لأي حرب محتملة. وهذا الأمر نفسه فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا، يمكن أن نفسر هذا الأمر بناء على ذلك التشبيه. كوريا الجنوبية أيضا تعتبر حليف كبير إلى حلف الناتو، وحتى أن هذه الزيارة مرتبطة بالناتو، لأن كوريا الجنوبية وقائدها كان حاضرا في قمة الناتو في فيلنيوس، وزار عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، وبعد ذلك كان له زيارة رسمية إلى بولندا، وبعد ذلك توجه إلى أوكرانيا اليوم. وزيارة أوكرانيا لها دلالة أهم كبيرة لتظهر أن كوريا الجنوبية تتضامن بشكل كبير مع أوكرانيا، ولكن كوريا الجنوبية أيضا في بعض الأحيان تتسم ببعض التعقيدات فيما يتعلق بالصراعات المباشرة مع روسيا، لأنها كان لديها الكثير من التوترات في العام الماضي، كان لها اقتصاد كبير وتعاون كبير مع روسيا في الماضي، وحتى بعد أن هناك المفاوضات والحديث بين قادة البلدين روسيا وكوريا الجنوبية، ولكن حاليا كوريا الجنوبية تتخذ دورا وخطوات هامة للولاء تجاه دول الغرب وحلف الناتو وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم يا دكتور، وهذا أصبح حليف كبير، هناك توجه كبير تجاه حلف الناتو لأنها تعتمد على منظمة من التحالفات الكبيرة عالميا، حيث هناك الكثير من الاهتمام لأن تكون داخل منظمة موسعة وذات قوة مثل حلف الناتو. وفي نفس الوقت كوريا الشمالية تظهر ولاؤها إلى روسيا، ولطالما دعمت القادة الروس، وهذا يظهر أن التوترات في كوريا تزداد بسبب هذه الظروف الجيوسياسية وهذه الروابط الجيوسياسية. فكوريا الشمالية تتحالف مع روسيا، فبالتالي هذا يطرح الكثير من التعقيدات والتوترات لدى كوريا الجنوبية.